البنات كي دايرين لاباس عليكم بخير صحيح لاباس اش تعاودوا كلشي مزيان هانيه مهنيه اليوم خرجت او كنقول نصور ما نصورش المهم في الاخير قلت بلاتي نصور لكم شويه حيت غادي عند شي حجر لهيه غنوريكم فين ما عمرني مشيت ليه الصراحه ملي ما عمرني مشيت ليه قلت نتقاسمو معكم هنا اللي في البحر ديال اكادير كاين تماك شي حجر بان ليا كاين تماك واحد الريستو وبانوا ليا الناس جالسين تماك قلت بلاتي نمشي تماك نشوفو كيفاش داير وتشوفوه معايا وهذا مكان كي دايرين بعدا نتوما لاباس عليكم بخير صحيح لاباس كلشي بخير ايوا الحمد لله المهم انا نوريكم المناظر كيفاش داير وخليكم معايا ما تمشيو فين يا البنات ها هي البلاصه اللي قلت لكم شفتوها حيت كنتمشى وكنصور في نفس الوقت هذه راه مارينا هذه شفتوها ها هو الحجر اللي قلت لكم وهنا راه جيت مارينا يعني لفان ديال البحر وكيبان لي انا البحر راسي ما كاينينش الامواج شفتو وهنايا ما عرفت علاش اللون ديال الرمل احمر ما نعرف علاش شفتو يا البنات هنا كله احمر هاد شي عشب هذا عشب قصتو برجليه لزيج شي عشب هذا ديال البحر يا البنات شفتو هما موالفش كيكون هنا الصراحه اول مره نشوف هاد المنيضه والناس زعما جالسين هكا فهاد الجهه اللي قلت لكم وانا حيدت صبيبتي كنت مشى برجلاتي نمشي نجلس ليه نشوف المنيضه كيفاش داير يا البنات هاد الشي لزيج فيه الماء عرفت كاع كي داير وصباتي عايم نشوف انا هادشي كيفاش داير شتو كاينه تماك واحد الطريق كيدوزو منها ما عرفت ديالاش ولكن المنظر زوين الصراحه والله العظيم المنظر غزال ومعايا الحجيرات كيفاش دايرين والله الا كاي جلسوا الناس هنا راه ها هو كلتيك الجي مازال كاين الحجر شفتيه غزال البلاصه الصراحه نجلس انا غير هنا قال لي راسي نجرب الجلسه هنايا هادي راه واحد الريستو هنايا في الفوق يا البنات واحد الريستو في الفوق هكا ولكن راه ما خدامهش اما راه كون خدامه راه واقيلا كاع ما غيجلس الناس هنا الله اعلم ما عرفتش البنات رجل هنا ورجل الليل محاولة مع راسي بقات لا باش نطلع عرفتي راه انا صعيب تطلع فيه احق الطيله صعيب عرفتي كون شدني شي حد هاد شوفوا كيفاش ولكن انا شدت راسي براسي باش نوريكم والله الا طلعت شفتوا ملي طلعت شوفوا منين طلعت يا البنات طلعت من التحت شفتوا يبان لكم دابا والله الا مغامره بالله انا طلع بواحد اليد وشاد التليفون بيد والله الا برافو كنقول برافو ليا ولكن المنظر زوين كيستحق الصراحه محت صباتي ها نتوما يا البنات والله الا من هنا راه حادر هنايا شفتو من تما طلعت سير 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 حتى لهنا راه كتبان لكم سهله ولكن هي راه صعيبه شفتو واحد المنظر غزال الصراحه شفتو يا سلام ايوا ديروا لي لايك على هذا على هذا المجهود اللي درت وشي كومونتير زوين صافي البنات جلست شوفوا لي المنظر كي داير زوين الصراحه المنظر شوفوا 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 غزال المنظر جالسه هكا وكنشوف هكا في البحر قدامي وشي هاد الحجر وداك الشيء المهم زوين 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 داك المنظر غزال الصراحه يعني فاش ضربت على المنظر من البعيد قلت والله تنجرب الجلسه فيه شتي البنات غزال الصراحه ولا شتي هاد البلاصه تقولي راه ماشي اكادير والله الا تقولي واش تغازلت ولا دوك البحوره اللي في الفوق هاد الكافي ما خدامش الو
البنات شوفوا شوفوا البلاصه فاش كيعوموا الدراري، شفتوا بانت ليا دايره بحال بيسين صراحة الله، والله العظيم كون كنت عواله نعوم غادي نجي نجرب العومه فيها صراحة. البحر داير بحال لابيسين، ما فيهش كاع الامواج نهائيا. بغيت نوريكم يا البنات واحد الباطو كيخرجوا منه، كيخرجوا فيه البحر. ها هوك شتيه دابا صافي راجع. شتو يا البنات ها هوك بلاتي نزومو ليكم عليه. صافي راه دابا داخل زعما المارينا كيخرجوا فيه هكا خارجة بحرية. صافي راه داخل المارينا. المهم يا البنات انا كنت مشغله هكا هابطة 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 لتحت. المهم يا البنات حتى هاد الهبطة هكا صحاب لي واش بالخشب ساعة راهي بالسيما ولا واقيلا الخشب هذا. المهم كنحس بيه قاصح تانايا اول مره نجربوه انا بنت اكادير. ناري كيزلق هنايا البنات كيزلق شو بالخاطر حيت هنايا كيزلق وفيه الماء. شتو كتمشي بشويه علاش باش نمشي نخشي رجلاتي في الماء حيت اليوم جيت هي جلست ما عمتش. واش كيبان لكم عندو لكم الكاميرا تشوفوا انتما يا البنات. شتي داك العشب اللي قلت لكم حمر راه هو اللي كله هو كاين في هذه الشيعه كامله. انتما يا البنات خشيت رجلاتي طلعت السروال وخشيت رجلاتي والله الما شحال برد، الما غزال وبارد. يا سلام يا سلام يا سلام والله والله كون جبت حوايجي حتى نعوم. ولكن ما كنتش عواله. المهم يا البنات هنا غادي نختم لكم الفلوق ديالي ونقول لكم بالسلامة عليكم حتى نجي فلوق اخر ان شاء الله وفيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وبالسلامة عليكم. ما عرفتش واش نخلي الفلوق غير هكا ولا نزيد نكمل عليه مثلا بشي حاجة اخرى. المهم ما تنساوش انكم ديروا لايك وشي كومنتير زوين وبالسلامة عليكم.